مالك يا حبيبتي قاعدة مكبية على روحك ليه؟ في حاجة مزعلاكي؟ نفسي يوم زعلانة من نفسي. نفسك؟ وإيه اللي مزعلك من نفسك يا حبيبة أمك؟ تفتكري هما ممكن الرايق يكون شايف له شوفة تانية؟ آه ممكن يكون شايف له شوفة تانية. الله، هو مش راجل ولازم يعض. طب اسكتي يا أمك، اسكتي بدل ما تضحكي عليا بكلمتين وأنت شايفاني متضايقة كده. هضحك عليكي ده يا بيه؟ هو أنت غريبة عني عشان اوالس عليكي في الكلام والف وادور؟ لا، انا اخبطها لك في وشك كده اهو مره واحده. هني الحاجات دي بتستخبى؟ طب اسمعي بقى اما اقول. انت عارفه ابوكي كان عليه كل عطه وعطه؟ يا خرابي يا خرابي يا خرابي عليه. كل عطه تضرب العطه اللي قبلها واللي قبل قبلها بالصرمه القديمه. اي والله. كان ايه بقى؟ نسوان اشي اشي. اللي برنسيسه يا اختي، وبنت ناس، وهانم، واللي بنت عالمة يا اختي جديدة على الكار، واللي كان يرافقها على جوزها. يا اختي يهو 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 يهو، ما اقولكيش كان عطيت عطيت درجة أولى والله بامتياز، ولسه لحد دلوقتي عطيت. ربنا يشفيك يا ماما. وانت عايزاني ابقى زيك بقى؟ ها؟ وماله زي يا اختي؟ يا بنت يا هبلة، الست الجدعة الشاطرة الواعية اللي تفهم سيفولوجية الراجل. أيوة هقول لك أنا سيفولوجية الراجل، اللي هي نفسنيته من جوه. الراجل يا بت ما يحبش التكتيفة، يتخنق زي ذكر البط. سيبيه سيبيه يقعد ويلف البلد كلها ويلف على نسوان البلد كلها، وفي الآخر هيرجع لك أنت بقى الرك عليك. آه تفهميه إن الدوفر اللي اتنطر من رجليكي برقبة أي مرة من المرارات اللي هم اللي بيعدوا عليهم. أي والله. يا سلام. يا بنت يا بنت، بعد كده هو هيقعد كده ويكن جارك ويبقى زي الفل، وفجأة تلاقيه زهق منك ومن أدبك ومن أخلاقك، يعط تاني. يا أختي اضحكي، يا أختي اضحكي يا حلوة. ازيك يا ريان؟ تمام الحمد لله. عجبك البيت؟ مفيش احلى من كده. والموسيقى عجباك ولا غيرها؟ لا حلوه قوي. بتحب الموسيقى يا رايق؟ هو في حد ما بيحبش المزيكا؟ وبتحب ايه كمان؟ بحب حاجات كتير قوي. زي مراتك مثلا؟ زي مراتي مثلا. قلت لي في التليفون ان جنرال ندل مع صاحبك ديبو. ندل معاه جامد، بوظ له كل اللي كان مخطط له، وخلى البنت تعرف عنه اصله وفصله. وهو عمل ايه؟ والله انا قلت له روح يتكلم معاها، يعني يمكن تسمعه. ممكن، المهم انها تقبله بعد كده. والله هو يعمل اللي عليه، محدش مغسل وضامن الجنة. بس انا سمعتك وقبلتك. ايوه بس ما اللي بينهم غير اللي بينا، احنا ابتدينا شغل ومصلحة. وصلنا لإيه في الآخر؟ حكيت لك وحكيت لي وقربنا أكتر من بعض. تفتكري؟ مش فاهمة. أنا فاهمك. دلوقتي أنت حكيتي لي عن الجنرال، وقمت أنا أحكي لك عن حكايتي مع الجنرال، بعدين حكيت لك عن البيت ومراتي، قمت أنت حكيتي لي حاجات جديدة خالص. أنا حاسس إن إحنا بنحكي لبعض عشان خايفين من بعض، مش عشان عايزين نحكي. طول الوقت كل واحد فينا عايز يطمن التاني ويديله الأمان، بس في الآخر محدش بيطمن. لو أنت شايف كده أنت حر، بس اتأكد إن أنا مطمنة لك من قبل ما تحكي لي. مش هسيبك النهارده
غير وانت مطمني. واثقه من نفسي مش كده؟ والله هنشوف. مالك؟ مش عارف يا فريدة، مش عارف اللي حصل ده صح ولا مش صح، بس هو أكيد مش صح. ندمان؟ مش موضوع ندمان، بس ما كانش لازم نوصل للمرحلة دي. عندك حق، المرة دي مش صح. بس مش احتمال المرة الجاية نبقى متجوزين. المرة الجاية نبقى متجوزين. متجوزين؟ مش حابب انك تتجوزني فريدة. مش موضوع حابب ولا مش حابب، موضوع ان انا ما فكرتش بس قبل كده في الموضوع ده. ليه يا ميمي؟ يعني ميمي انا مش عارفه انت عملت فيا ايه. انا اول مره احس ان انا ضعيف، أول مرة أحس إنها محتاجة راجل بجد، مع إني عمري ما احتجت لحد، عمري ما حسيت بالأمان. أنا مش عارفة أنا حكيت لك كل حاجة عني إزاي، بس أنا معاك حسيت بالأمان. واثقة ومتأكدة إنك مش هتخرج من أوضة تفضحني في كل مكان. فريدة أنا مقدر كل كلمة بتقوليها، بس برضو مش هينفع. مراتك صح؟ أيوة مراتي، بس مش مراتي بس. أمال إيه؟ فريدة الجواز ده مش حاجة سهلة، الجواز ده حاجة كبيرة أوي. بعدين احنا اتفقنا من الأول إن احنا ما نضحكش على بعض ونصارح بعض، مش كده ولا إيه؟ عندك حق، هتفضل جنبي يا ريا مش كده؟ أي وقت هتحتاجيني فيها تلاقيني واقف جنبك، ما تخافيش من حاجة. بس أنا مش هيأس. وأنا سبب ظروفها، محدش عارف بكرة فيه.